مهل فردان معلمة تربية رياضية في مدرسة الوادي الابتدائية للبنين قادتها الرغبة في نشر قاعدة الجسم السليم في العقل السليم إلى تأسيس مركز للياقة البدنية داخل حرم المدرسة، يعنى تحديدا باستهداف الطلبة الذين يعانون من السمنة، هادفة إلى محو الأمية البدنية لديهم وتوجيههم نحو العودة إلى السلوكيات الغذائية الإيجابية. مهل فردان إحدى معلمات التربية الرياضية في مدرسة الوادي الابتدائية للبنين، قادها حرصها العميق وخوفها على صحة ومستوى ذكاء بعض طلبتها ممن لازمتهم الرغبة المستمرة بالتهام الطعام إلى حد يزيد عن حاجتهم، الأمر الذي حفز اهتمام الفردان لتسارع وقبل ما يزيد على 12 عاما إلى تأسيس مركز شامل للياقة البدنية داخل حرم المدرسة. طبعا الفكرة كانت هي بسيطة، لأن وصلت إلى من إدارة التربية والرياضية مجهودات تشكر عليها جزيل الشكر. كان في مسابقات إلى مراكز اللياقة البدنية واشتركت فيها، والحمد لله من أول منافسة حصلت على المركز الأول. وبعد نجاح تجربتها الأولى وفور رؤيتها لعظيم الفائدة التي حلت على رشاقة الناشئة وتعديل ظاهر طرأ على سلوكياتهم الغذائية السلبية، تبلورت الفكرة أن يكون مكان مؤسسة خاصة فيها مركز مرفق يكون متعاون ويا المدرسة، فبدأت بالمكان الموجز الصغير مع أدوات بسيطة رياضية من المتواجدين عندنا. أدخلت عدد السمنة كمحور خاص فيه، حق أساساً كان إلى السمنة ومتخصص فقط إلى الطلبة ذو أوزان الزائدة. فكرة كما طبقت على الأبناء أيضا وجدت طريقها بسهولة نحو إقناع أولياء أمورهم بخوض التجربة ومن قبلهم أعضاء الهيئة التدريسية للتشجيع على محو الأمية البدني. تفادوا من برنامج ننمو معا اللي تقدم أستاذة مهل فردان، خصوصا أن هي قدمت لهم تقريبا الحين من 8 سنوات هي تقدمها لطلاب التربية الخاصة، فعضلاتهم الدقيقة نمتها لهم، كانت تأخذهم حصة بروحهم كعلاج طبيعي تعتبره لهم. أثر إيجابي كبير في حياة ولدي الصحية والبدنية، من ناحية نوع الغذاء، من ناحية الاهتمام، من ناحية اللياقة البدنية، لأن إحنا نرفع الذات مال الطالب ونجيب الطالب السمين لممارسة الرياضة في الأجهزة والحديقة التعليمية. استفدنا من أنها تعطينا تمارين حلوة وتخلينا نستانس فيها. دعم المحيط لها وتثمين دائم من قبل وزارة التربية والتعليم لحسن صنيعها الذي يندرج تحت خانة المسؤولية المجتمعية والتربوية معا. احنا دائما نوفر الدعم الى استاذه مها، وفخورين جدا جدا بمركز اللياقه البدنيه الذي يشمل جميع الشركاء معنا في المدرسه سواء اولياء امور او طلاب او معلمين، وحقق هذا البرنامج نتائج باهره جدا ونال رضا جميع المستفيدين. مركز اللياقه البدني وما يحويه من فعاليات أثبت أهميته بشكل فاعل في قدرته على رفع مستوى النشاط البدني للطلبة طيلة ساعات دوامهم المدرسي، لينعكس ذلك إيجابا على تحصيلهم العلمي. لمثل هذا الفعل ترفع القبعة احتراما، عمل تؤديه الفردان بدافع الأمومة التي تشغل بالها صحة أولادها، وفي ذلك إشارة منها على أن واجب المعلم لا يقتصر على التعليم فقط، بل يتعداه إلى مراعاة العافية في أبدان طلبته والأخذ بيدهم نحو استقامة الجسم ورشاقته. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.